نتاع في كل مرحلة من المراحل، ونتكلم باش نبدا الأزمة نتاعها. إذا توجد معناها مجتمع مدني وتوجد لغة وطنية، الاتحاد يبقى دائما هو القاطرة من أجل تقود حياة، تقود اختراع، تقود عادات ونفاذ من أجل الخروج من الأزمات. كثير جدا أني اليوم قاعد نبلغ في تصور إن شاء الله المتيسر ياخذ في عمل عبد كل التعقيدات اليوم موجودة في بلادنا، وسبل الخروج منها بكل حركة وبكل انتصار. نتفاعل مرحبا بيه، بالله تعال مرحبا بيه، ولي ولي حاجة من حاجة. ما نستطيع احنا مسروبين، سوف يتبع المحاولة الكبرى مشكول، ما نحبش نسبق الاحداث، هي بالطبيعة مشكلة، عندنا مشكلة قانونية، عندنا مشكلة سوري، عندنا مشكلة اقتصادي، مشكلة اجتماعي، مشكلة ثقافي، قاعدين الامور على نار هذا، اليوم ما نحبوش نتسرع بسرعة مطلوبة فيه، اليوم البلاد تتطلب اليوم برنامج انقاذ مشترك، ولكن ما نتسرعوش زادة، ما يلزمش الضغط الاعلامي ولا الضغط كل حد.